ننتقل إلى موضوع آخر يا يارا، ونتكلم بعيدا عن الشأن المحلي، يمكن مواضيع اجتماعية مهمة في حياتنا كمان، وهو وجود أصحابنا حوالينا بيسهل علينا الأوقات الصعبة وبيخلي فعلا الحياة ألطف وأبسط. النهاردة هنجدد كلامنا عن الصداقة أهميتها في حياتنا، تزامنا مع اليوم العالمي للصداقة واللي بيحتفل به العالم كله بسبب، يعني بس خلينا في البداية نشوف عرض معلوماتي عن هذا اليوم تحديدا اللي هو اليوم العالمي للصداقة، ونرجع نتكلم عن تفاصيله.